مرة تجي الفكرة بهالحالة، أنت تكون القائد للدماغ مش هو يقودك، لأن قلنا أن النفس أمارة بالسوء، لا تخليها تقودك، النفس بنت كلب. أجين أكرر، التفكير في المستقبل بشكل عشوائي، بشكل إيش راح يصير بكرة، الخوف، لا، إحنا التفكير بشكل إيجابي في المستقبل مطلوب، زي ما قال سيدنا علي: عش لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعش لآخرتك كأنك تموت غدا. تمام؟ فإحنا التفكير في المستقبل بشكل حلو مفرح وإيجابي مطلوب، لكن بشكل سلبي معناها أنت ولدت يوم قبل ما يجي بشكل مشوه، زي الطفل لما ينزل من بطن أمه قبل ما يكمل 9 شهور بينزل مشوه. لا تنزل مستقبلك اللي الله كاتبه لك حلو مشوه، لا تجيبه بسبب التفكير الغلط، تجيبه مشوه. ولا تفكر في الماضي، الماضي مات من ساعة، مات مو بأمس، ساعة بس الماضي مات. لا تفكر في ميت، البدو يقولون الحي يحييك والميت يزيدك غبا. تمام؟ لا تفكر في ميت، تموت أيامك، تموت سعادتك، يعني الماضي المات لا تفكر فيه. إذن كرروا معايا: التفكير في الميت والماضي ميت، ومن ساعة ماضي، من دقيقة ماضي، وأنا الحين هذا الفيديو عن الفيديو اللي قبله صار ماضي اللي قبله. تمام؟ التفكير في الماضي ما في فايدة، بالعكس التفكير في الميت يزيدك غبا، يموت حياتك. والتفكير السلبي في المستقبل يلغي الخير اللي جاي لك من المستقبل، لأن الخير أنت لا تحدده، الله سبحانه وتعالى هو يعطيك إياه. ربي عنده طرق ما تخطر على بالك، والله والله ما تخطر على بالك، ربي الطرق حقه سبحانك. لا ترسم، دكتور أحمد عمارة يقول لا ترسم لله الطريق، لربنا الطريق، خله هو يرسم لك. أنت فائل، تمام؟ مهما كانت الظروف، أدري أدري الشيء صعب، وأدري في كل إنسان في قلبه جبال هموم الدنيا، بس والله اعملوا هذا التمرين. ستوب أي فكرة تجيك في اللحظة، لو أنت في وسط ناس، أنت في مدرسة، أنت في جامعة، أنت في أي شيء، ستوب، حتلاقي حتى النفس عندك وقف، يوقف، ستوب كذا، ستوب، قل له أنا أقودك، النفس أنا أقودش وأنت تقوديني. وبعدين لما ترجع أقول هنا والآن، على طول ركز في اللي حولك، أنا وين؟ وانت تاكل، أنا آكل، هذه طماط، هذا خيار، هذا رز، هذا لحم، هذا شيء، اقعد سمي الأشياء، وانت جالس ركز في اللي حولك، لا تضيع، لا تضيعين. لا، برمجت الخوف ما يلغيها إلا شيء واحد فقط، وهو الحضور في اللحظة، وهو اللي كل الأنبياء نادوا فيه، وهو اللي كل الكتب السماوية نادت فيه، هي هنا والآن، إنك تعيش. الله سبحانه وتعالى أرسلنا بالرحمة إن احنا نخوض هذه التجربة في الحياة ونطلع فيها بأحسن ما يمكن، وإن احنا خلفاء في الأرض. ربي سبحانه وتعالى قال: إني جاعل في الأرض خليفة. أي خليفة فينا؟ وين خلفاتنا؟ احنا